التين هذا يتسمى يا جماعة باللغة العربية الفصحى اللي هو الممشى الشهير متاع معبد الكرنك. راهو ما عندكمش فكرة قديش إنوغم راه، راهو هذا بالزيرو سانك، راهو هذا بالزيرو سانك هكا راه. أنا نحكيه على أوتوغ متاع 100 متر أكر مش أكثر، حاجة كبيرة ياسر ياسر. هوني متاع تسيب روحك، متاع تبدأ تجري تبدأ تجري تسيب روحك، ودايوغ هوني باش يصير الريفيل متاع البلاصة، هوني باش تعرفوا نحنا وين. ما ينجمش أي عبد يجي وما يخرجش بريل وإلا تصويرة بالمستحيل، مالا تلمو لو كادغ يعطي نخسر. ريتو حتك تهلك حاجة يرمو أكهو باش متنحاشك الكتيبة متاع الفراعنة متاع قبل. يا 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 وسيلة لا وسيلة لا سميتها نهار فكر اليوم علي وعليك عم خاصة عليك انت، لا جو لافو عليك انت اكثر مني. باهي نحن توا حاليا في وسط معناها الأعمدة هذيك متاع الكرنك، متاع الكرنك بالرسمي اللي هي البلاصة اللي سووا فيها العباد العباد الكل وسورتو لي انفلونسور اترونجي كانت تفرجوا حتى في الريل نتاعهم في الأسر. راهم فماش انستغرامز طفلة ما عملتش كاروبة تتكركر مثلا بترين وفازات، وسيلة مسيكنا مشات خيطة روبة سبيسيال ما للبلاصة هذي، معناها باش تلبسها مرة في حياتها للبلاصة هذي هكا هو. يا اخي الحقيقة صار فينا صار فينا المسخ، ما نحكي لكم مجن البرسونال اللي كنت تعرف كلم السيسي لازم لازم تصاريح ولازم وزارة السياحة قال لك وهذا يكون البروفيسيونيل هما خايفين يا عمود. لا هما غوسو مودو خايفين تطلع ببليسيتي الماركة متاع حوايج. دوكو كملت انا بالمسح حتى انا ما قصروش معايا. شبيك حفيان شبيك تجري دونك انا الريل اللي بالرسمي باش تتفرجوا فيه ولا نعرفش تفرجتوا فيه صحيح ولا ايه، بط ديجا فيه سوتيان مورال كبير على الاخر على المسخ وتطيح القدر. قلت الهمه اللي صارت فينا اليوم، اما وسيليش قدام العباد الكل نوعدك اللي ما نروحوا كاين ما نعملوا حاجه ان شاء الله باساليب شرعيه او غير شرعيه شريو عمود مي سينون سا ريست ان اندرو سوبر لا لا سا ريست بالحق تقعد بلاصة تقتل مانيفيك. انا توا مازلت فرد بلاصة وقاعد نستنى في وسيلة وفي المسخ اللي باش نعملوه في رواحنا. مشيت تلبس في روبة جبن فوق او عندك بسيكنا طويلة وبالفونت فوق مريول وفوق سرويل وباش نحاولوا كيفاش نخطفوا دي بخيز من غير ما نشلقوا. معناها هي شنو هي المشكل غيالمون طلع كيف فسر لنا خاطر توا العباد تخدموني بالحق ما عليهمش ملاب، معناها هي عندهم تعليمات. المشكل انه خايفين لا يطلع دعايه وتطلع معناها كولابوراسيون ماشي بالهم. اللي فما عباد تجيهم يقول لك بروفيشنال بروفيشنال، فما عباد يجيو معناها لي مارك بار اكزومبل لي سبونسور نتاعهم نتاع الحوايج يبعثوهم سبيسيالمون لمصر باش يعملوا شوتينغ وباش يعملوا دي فيديو باش هما هاكا ما يصرفوش معناها بيان سور دونك بواد دو برودكسيون كل شيء. صحيح اللي فما اوتوريزاسيون من وزاره الداخليه ومن وزاره السياحه هذايا حتى في تونس تصير، ما كنا كانت تصير فريمون كي تبدا فما اكيب مع عبد بالتليفون في تونس مثلا. لا عبد بالتليفون حتى كيف يجيب بوليس يكلمك تحكي معاه كلمتين تقول له راني انستغرامر نصور يمشي ويخليك، فهمتوا؟ مي هوني سي تري ديليكا بالحق. دونك ابار البلاصه اللي هي مزيانه ابار التوريزم ابار لا فالور معناها هيستوريك ومتاع البقعه، خاطر هذيك في التحصيل الحاصل هذيك راكم باش تشيخوا باش تشيخوا باش تشيخوا على الاخر بلاصه ان اورغازم الاخر ان اورغازم كولتوريل.
فاذا كان فيكم اي عبد ناوي يعمل حاجات كيما اللي عملت انا الريل هذايا بصلاه وبتكربيس، فما ديكلاراسيون يسير وتبعث وتصريح من وزاره الداخليه، سينا فما خطيئه غرامه ماليه ب 5000 جنيه اللي هي ليكيفالون نتاع 800000 900000 توانسه، معناها خطيئه هذه تخلصها هوني معناها ويتعمل لك يتعامل لك محضر يا سعاده البيت، مانيش في بالك انت. اي فولي فولو كانت هذه نصيحه اليوم للناس اللي ناويه تجي للاقصر والمعبد الكرنك سوختو، خاطر هو اكثر بلاصه عليها العينين. انا على خاطر حاب يجيني واحد قسما بالله مش طهر.